الشعب القطري واحد من الشعوب العربية المهمة في المنظومة العربية، شعب تسم بالبساطة والطيبة وحب مصر. بالمناسبة أنا عشت لديهم أكثر من 19 عاما وخبرتهم وزرتهم في بيوتهم، يعشقون مصر. ولكن للأسف السلطة التي حكمت أو تحكم قطر لديها مواقف مناهضة لمصر والدول العربية الأخرى، فضلا عن ارتباطهم العضوي بدول الخليج الأخرى، الإمارات والسعودية والبحرين. تفاعل قبلي وتفاعل جغرافي وتفاعل إنساني وعلاقات يعني يومية متواصلة أسرية وعلاقات اقتصادية، ولا يمكنك أن تفرق بين قطر وبين بحرين أو بين سعودي وإماراتي. ولكن السلطة يبدو أن السلطة الحاكمة في قطر لا تتجاوب مع هذه المشاعر الفيضة من الشعب القطري، فضلا أنها لا تتجاوب مع ما يمكن وصفه بالمصالح الحقيقية لدولة قطر. مصالح الحقيقية لدولة قطر أن تظل مرتبطة بمنظومة مجلس التعاون الخليجي.